السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية شباب وصبايا مالتي كلاود كومبيوتينج. اليوم إن شاء الله راح نتكلم مع بعض الشابتر الرابع، راح نشوف شو هي المودلز تاعت الكلاود سيرفيسز أو شو أنواع وأشكال الكلاود سيرفيسز. مرينا عليهم بشكل سريع سابقا، وهلا الشابتر هذا راح نناقشه بالتفصيل. في عندي الساس سوفت وير از سيرفيس، في عندي الباس بلاتفورم از سيرفيس، في عندي الاي اس انفراستراكشر از سيرفيس. الساس ابلكيشنز مانجمنت اند يوزر انترفيسز بروفايدد اوفر ا نتورك، يعني كل شيء بالساس سوفت وير از سيرفيس بيكون موجود عن طريق النتورك، من ابلكيشن الابلكيشن نفسه، مانجمنت واليوزر انترفيس زي اللوحه اللي انا فرجيتكم اياها بالفيديوهات السابقه. البلاتفورم از سيرفيس ابلكيشن ديفلوبمنت فريم وركس اوبريتنج سيستمز اند ديبلويمنت فريم وركس. تمام، هي هذه البلاتفورم، يعني الابلكيشن تبعي بيكون فريم ورك كامل وكله بيصير عن طريق الكلاود. انفراستراكشر از ا سيرفيس، في عندي فيرتشوال كومبيوتينج ستورج اند نتورك ريسورس ذات كان بي بروفيجند اون ديماند. تمام، يعني ان انا بعمل عمليه الهوستنج وعمليه الكومبيوتينج تبعهم للستورج، او بمعنى ثاني السيستم الكبيره بسميها انفراستراكشر از ا سيرفيس. تعالوا نشوف كل واحد فيهم ايش في عندي ديتيلز، ايش في عندي ديتيلز. في حاله الانفراستراكشر از ا سيرفيس، في حاله البلاتفورم از ا سيرفيس، في حاله السوفت وير از ا سيرفيس. في حاله الانفراستراكشر السوفت وير از ا سيرفيس زي ما حكينا عباره عن ابلكيشن او باكج سوفت وير، ابلكيشن او باكج سوفت وير. اما البلاتفورم از ا سيرفيس ممكن اعطيهم انا اوبريتنج سيستم والابلكيشن، الاوبريتنج سيستم والابلكيشن او الباكج سوفت وير معاه، هذا بصير بلاتفورم. اما في حاله لو انا ضفت على الاوبريتنج سيستم او على الابلكيشن ضفت كمان سيرفرز ستورج نتورك، انا هيك بصير بعطيهم انفراستراكشر. يعني لو انا بحكي على ابلكيشن زي الموبايل ابلكيشن، هذا بنسميه ساس، انك تاخذ والله موبايل ابلكيشن تشتغل عليه، هذا ساس. اما لو انا بعطيك اوبريتنج سيستم مع ابلكيشن، هذا بنسميه باس بلاتفورم از ا سيرفيس. اما لو انا بعطيك سوش سيرفرز وستورج ونتوركس مع الابلكيشن مع الاوبريتنج سيستم، انا هيك بشتغل على الانفراستراكشر الاي اس الانفراستراكشر از ا سيرفيس. تعالوا نشوف ايش الخطوات اللي بتصير عندنا. في عندنا انفراستراكشر از ا سيرفيس او الفاليو value visibility to end users. الاند يوزرز ما بتشوف الا مين؟ ما بتشوف الا الساس. الاند يوزر ما بتشوف الا الساس بشكل مباشر. تمام، خلينا نقول الاند يوزرز بتعاملوا مع مين؟ مع الساس. اما الابلكيشن ديفلوبرز، الابلكيشن ديفلوبرز هم اللي حيتعاملوا مع البلاتفورم از سيرفيس، هم اللي بيكون عندهم اوبريتنج سيستم، هم اللي بيتعاملوا مع الديفلوبمنت، هم اللي بيتعاملوا كل كود وكل شيء. اما الانفراستراكشر، مين المسؤول عن عمليه الاستورجينج وعمليه الهاردوير وعمليه السيرفرز؟ بنسميهم نتورك اركيتكتس. نتورك اركيتكتس، نتورك اركيتكتس بيفيدوا مين؟ بيفيدوا البلاتفورم از سيرفيس. يعني انا ديفلوبر بشتغل شركه اي تي، بدنا نعمل سوفت وير، اول خطوه شو بدي اقول؟ والله بدنا نشوف شو هي النتورك انفراستراكشر او شو السيرفر اللي بدي افوت عليه، مع مين حروح اتعامل؟ مع الاي اس. بعد هيك انا كباس، تمام، انا كباس بدي اعمل سوفت وير، بدي اعمل ابلكيشن، بدي اعمل تطويل الابلكيشن واعطيه للاند يوزر. هنا بنصير الاند يوزر بصيروا يتعاملوا مع مين؟ مع الساس. تمام، فحتى الاي اس ممكن انه احنا يكون فيها برضه ابلكيشنز يتعاملوا معاها الاند يوزر. تعالوا نشوف هو يوزز ات، مين اللي بيستخدمها؟ What services are available؟ مين شو السولوشنز الفيربلز المتوفره عندي؟ Why use it؟ ليش الساس استخدمها؟ مين ليش الباس استخدمها؟ وليش الاي اس استخدمها؟ مين اللي بيستخدم الساس؟ البزنس يوزرز المستخدمين. مين اللي بيستخدم الباس؟ ديفلوبرز والديبلويرز، ديفلوبرز والديبلويرز. مين بيستخدم الاي اس؟ سيستم مانجرز. طيب What services are available في حاله الساس؟ ايميل، اوفيس، سي ار ام، ويب سايت، الويكيبيديا، البيلوج، الفيرتشوال ديسكتوب، يعني كل الابلكيشنز اللي انتم بتشوفوها على جهازكم او على او على موبايلاتكم. تعالوا نشوف الباس. الباس بشوف سيرفيس اند ابلكيشن تيست ديفلوبمنت انتجريشن اند ديبلويمنت، يعني عمليه الديفلوبمنت والانتجريشن والديبلويمنت ويز تيستنج بيعملها الديفلوبر، هذه كلها بيسميها باس. طيب
الاي اس فيرتشوال ماشينز اوبريتنج سيستم مسج كيوز نتوركس ستورج سي بي يو ميموري باك اب سيرفيسز. هذه كلها مين اللي بيكون مسؤول عنها؟ الانفراستراكشر انجينير او نتورك اركيتكت. ليش نستخدم الساس؟ الساس عشان نعمل كومبليت للبزنس تاسك. انا بستخدم السوفت وير انا كاند يوزر، بيهمني اني انا استخدم اللوحه عشان اعمل اداره للفرع تبعي، بس هل بيعنيني شو السيرفر انت حاطه عنده، شو مواصفاته، شو التفاصيل تبعته؟ لا، انا شاري منك سولوشن او انا بستخدم سولوشن، انت بتتحمل كل المسؤوليه. اما في حاله الباس، ليش الديفلوبرز ممكن يستخدموها؟ عشان يعملوا كرييت اند ديبلوي ابلكيشنز اند سيرفيسز فور يوزرز، عشان اقدر اوفر لليوزرز او البزنس يوزرز كل السيرفيس بتاعت الساس اللي بيحتاجوها. احنا احيانا بكون بحاجه لبلاتفورم، كمثال انت عشان تعمل ديفلوبمنت شو بدك؟ بدك الاي دي اي زي البي اتش بي ستور نحن نستخدم مثلا، او الفيجوال ستوديو. فهذه نفس فكره الباس. اما الاياس كرييت بلاتفورمز for service and application test development integration and deployment. الاياس بتسهل للديفلوبرز انهم يكونوا او يشتغلوا بشكل صحيح على البلاتفورم as a service. تعالوا نمشي فيهم خطوه خطوه، نمشي فيهم خطوه خطوه. الاياس infrastructure as a service is a provision model in which an organization used to support operations including storage hardware servers and networking components and networking components. تمام. The service provider owns the equipment and responsible for running and maintaining it. زي مثلا اني انا، احنا حكينا شركة مايكروسوفت عملت سيرفرات، سيرفرات الايجر بسموها سيرفرات ايجر. هاي السيرفرات هنا انه شركة مايكروسوفت هي المسؤولة انها تديني كل الاكويبمنت اللي انا محتاجه لها عشان اعمل هوستنج عندها. هي المسؤوله على السيرفرات تبعتها، المسؤوله على الهاردوير تبعها. تمام. The client typically pays on a per use basis. يعني ايش بيستخدم الكلاينت؟ بالاياس بيدفع. شو بيستخدم الكلاينت بالاياس؟ بيدفع. يعني ايش انا حجزت عندك ستورج، ايش انا حجزت عندك سبيس، ايش مواصفات السي بي يو اللي ركبت لي اياه على الهوستنج تبعتي، انا بدفع مقابلها. طيب بس اذا في عندي انت يوزرز، اذا في عندي ناس بتستخدم سوفت وير، هدول بنفوت فيهم في وين؟ في الساس. لو قدام احنا بنشرح رح تكون الامور برضو بالنسبه لكم واضحه اكثر. تمام. تعالوا نشوف الانفراستراكشر از سيرفيس. في عندنا هاردوير از سيرفيس اللي هي الهاس، اك هاردوير از سيرفيس اند يوتيليتي كومبيوتينج. Why buy machines when you can rent resource؟ هي هذه الأياس. ليش أشتري سيرفر إذا أنا بقدر أعمل عملية رينتينج أو أستأجر هوستينج، أدفع عليها مبلغ سنوي تمام وأستفيد منها. Utility computing billing، شو يعني؟ شو أنت بتستخدم، شو أنت بتدفع. Based on what you use you pay. ما يعني أنا مش مضطر أشتري سيرفر تمام، ادفع سعره، اصبه احطه عندي بشركتي واشغله، وبالاخر اتفاجئ ان انا ما استخدمش 10% من خصائصه. طب انا دفعت حقه كله. يا جماعه استخدموه كله، والله احنا مش محتاجين. 10% منه كانت كافيه بالنسبه لنا استخدمناها. لكن لو انا استخدمت الاياس، يعني انا رحت حجزت سيرفر في مكان، خلص شو اللي حجزته؟ شو المناسب لإلي؟ والله انا بدي احط عندكم هوستنج لسوفت وير 1 2 3 4. اوكي انت بيناسبك والله مثلا هارد 1 تيرا سي بي يو 3 سيلز ولا مش عارف شو، بيناسبك 16 جيجا رام وخلاص. هذول هم اللي هستخدمهم، هذول هم اللي دفعت عليهم. تمام. Provides basic storage and compute capabilities as a server. Servers, storage systems, CPU cycles, switches, routers، كلهم 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 بتوفرهم الأياس وأنا بستخدمهم. يعني فعليا الأياس هي اللي بتملك هاي الأشياء، أنا مجرد عملت لهم عملية رينتينج، حجزت عندهم استضافة بمعناها البسيط. نشوف الأدفانتجز في أياس. Eliminates capital expense and reduces ongoing cost، بتقلل من التكلفة. Improve business continuity and disaster recovery، بتحسن في استمرارية الشركة. لو صار في عندي أي مصيبة، صار عندي أي تفجير، صار عندي حريق، فسهل جدا أنه الشركة تستعيد. ليش؟ لأنه في عندها infrastructure جواها كهاردوير، هي مستأجرة infrastructure عن طريق الكلاود. هذه هي الأياس. Innovate rapidly، سهل جدا أنا أستثمر فيها أكبرها. Respond quicker to shifting business conditions، لو في أنا غيرت مثلا طبيعة عمل الشركة تبعتي، أنا مش مضطر أن أغير كمان الهاردوير أو أروح أنقلهم من مكان لمكان، لا هم كلهم أصلا موجودين على الكلاود، أنا عاملهم عملية رينتينج.
focus on your core business، انت بس ركز بشغلك واي شيء له علاقه بالهاردوير الاي اس هي المسؤوله عنه. increase stability reliability and supportability، عمليه الباكينج الباك اب الريستور شين المينتنس السينكرونايزيشن بتوين داتا، هذه كلها الاي اس هي المسؤوله عنها. better security gets new apps to users faster، لما تستخدم الاي اس وانت بتحجز الهوستنج انت مش مضطر انك تدفع مبلغ ضخم على انك تشطب السيرفر عندك، لا بتروح بتوزع هاي التكلفه انك تعمل سوفت وير قوي وامين وسكيور وتعطيه للكاستمرز الخاصين فيك، تعطيه للكاستمر الخاصين فيك. تمام؟ الانفراستراكشر از ا سيرفيس، تعالوا نشوف هيك شويه بس الكومبوننت تبعتها. في عندنا ستورج مانجمنت، داتابيز مانجمنت، نتورك مانجمنت، سيرفر مانجمنت، سيرفر بروفيجنينج، سكيورتي مانجمنت، ابلكيشن مانجمنت، مونيتورنج، اليرتنج اند نوتيفيكيشن. الانفراستراكشر از ا سيرفيس بتكون مسؤوله عن كل هاي الاشياء، وانت كشركه لك فقط تستخدم الساس اللي انا وفرت لك اياه فقط. تمام؟ تعالوا نشوف انفراستراكشر از ا سيرفيس. Resource provisioning, virtual machines, provider management infrastructure, pay per use, pay as you go. هذه هي الخصائص تبعتها. هذه الخصائص تبعت الأياس. هذه الخصائص تبعت الأياس. تعال نشوف resource provisioning. Provide the user the capability to provision computing and storage resources. طالما أنا مش هدفع سعرهم بشكل كامل وأنا بستخدم شيء hosted على الانترنت او على الكلاود، فشركه الاي تي اللي انا ماخذ منها الهوستنج هي المسؤوله عن هذا الموضوع. الفيرتشوال ماشين الهوستنج هذا اللي احنا بنحكي عنها بالاسم بنسميها فيرتشوال ماشين. The resources are provided to the users as virtual machine instances and virtual storage. Users can start, stop, configure and manage the virtual machine instances and virtual storage. يعني كانك شو يعني فيرتشوال ماشين؟ كانك شاري سيرفر صغير بس فعليا انت مش مالكه هاردوير. انا شركه الاي تي اللي انت شريت مني هذا الشيء انا اللي مالكاه كهاردوير، انت بس مجرد اخذته واستفدت منه، عشان هيك بنسميه فيرتشوال ماشين. تمام؟ او اخذت جزء منه. انا كشركه بوفر هوستنج على الكلاود بكون عندي سوبر سيرفر، عشان هيك الشركات الضخمه هي فعلا اللي بتعطينا الكلاود سولوشن زي مايكروسوفت زي امازون. تمام؟ هذول كلهم عندهم كلاود سولوشن، جوجل عندها كلاود سولوشن، هذول هم اصلا شركات ضخمه واصلا عندهم سيرفرات، اصلا عندهم سيرفرات، فكمان اكم من سوبر كمبيوتر هيك زياده واكم من سيرفر زياده صاروا يقدروا يوفروا سولوشنز للناس والناس تستاجرهم، صاروا يقدروا يوفروا سولوشن للناس والناس تستاجرهم. تمام؟ عشان هيك بنسميها فيرتشوال ماشين، يعني انت شريت جهاز كمبيوتر دافع حق أجاره بس فعلا انت ما بتملكه كهاردوير. Provider Managers Infrastructure، الشركة الاي تي اللي انا شريت منها هذا الاي اس سولوشن هي المسؤولة عن عملية المانجمنت. انا شو بستخدم؟ انا شو بدفع؟ انا ما حجزت السوبر كمبيوتر، انا حجزت بورشن منه. مين اللي حدد هذا الجزء؟ شو طبيعة العمل تبعي؟ او في شو رأي استخدم هذا البورشن؟ هو اللي حدد التكلفة تبعته. هو اللي حدد التكلفة تبعته. بيحكي لنا انه الاي اس الانفراستراكشر، احنا حكينا من اسمها انفراستراكشر فهي هاردوير، يعني ما بتعطي ابلكيشنز للكاستمر زي الساس والباس. ساس والبلاتفورم بتعطي ابلكيشن لمين؟ للكاستمر. طيب سيفز كوست اوف بيرشيسنج. تمام؟ عملية الشراء للسيرفرات وتركيبها، هذا الشيء الباس وفرت، الاي اس وفرت لي اياه. Infrastructure can be scaled up or down. يعني نفترض اني انا والله رحت شريت منهم هوستنج بمواصفات معينه وكلفتني مثلا $1000 سنويا. تفاجأت انه بعد عمليه الاحصائيات او انه شركه الاي تي بعد سنه كلمتني قالت لي انه انت الهوستنج اللي انت شاريها ما استخدمت الا 50% منها. مباشره بقول لهم اعملوا داون جريد، قللوا الريسورس اللي انا حجزتها وبدفع نص التكلفه، وهيك انا وفرت على حالي. Multiple tenants can use equipment at the same time called multi-tenant. الهوستنج هذا الشيرد اللي انت حجزته هو جزء من سيرفر. السيرفر هذا مش مخصص لإلك، السيرفر فعليا ممكن يكون عليه 1000 كاستمر. لو كان سيرفر سوبر كمبيوتر بكون عليه 1000 كاستمر، وكل كاستمر ماخذ تنانت من هذا السيرفر. Device independences, access systems on different hardware, low barriers to entry. ما فيش عندي عدد كبير من الاوثنتيكيشنز الباريرز او الاوثنتيكيشن ديتيلز بدي افوت فيها. تعالوا نشوف شو هي الاي اس كومبوننتس. كمبيوتر هاردوير، انت الكمبيوتر هاردوير والنتورك
كلها بتكون مستأجرة بمقابل مبلغ سنوي، وقادر ان انا اعملها سكيلابيلتي بالوقت اللي انا بدي، او ان انا اعملها ريديوسابيلتي بالوقت اللي انا بدي. تمام. النتورك كلها من هاردوير، من فاير وولز، من راوترز بتكون مسؤولة عنها الاياس. انترنت كونكتيفيتي سو يوزر كان اكسس هاردوير. فبنلاحظ ان الاياس فقط بتشيل جزئية الهاردوير، الاياس فقط بتشيل جزئية الهاردوير. حنشوف البلاتفورم از سيرفيس، لا بتشيل بالاضافة للهاردوير ممكن كمان تعطيك بلاتفورم. حنشوف كمان الساس بالاضافة للهاردوير ممكن تعطيني كمان بلاتفورم، ممكن غير البلاتفورم تعطيني ابلكيشن، تعطيني ابلكيشنز. هذا ملخص لكل السلايدات اللي حكيناها قبل هيك عن الاياس. البينيفيتس Shift focus from IT management to core activities. No IT infrastructure management cost. في عندي pay per use, pay per go per pricing. Guaranteed performance. عندي dynamic scaling زي ما حكينا، بقدر أوسع وأصغر الشكل بدي إياه. Secure access بس أنا بالأكاونت تبع، بالآي بي تبعي، بالكريدنشلز تبعت اللي بقدر أفوت على الهوستنج تبعي. Enterprise grade infrastructure, green IT adoption, characteristic multi-tenancy, virtualized hardware اللي هي virtual machine, the management and monitoring tools دائما. يعني أنا إذا أنا شاري منه virtual machine ممكن يعطوني طول صغيرة بفوت عليها، لوحة صغيرة بفوت عليها بقدر أشوف إيش أنا استخدمت، قديش صار في عندي ريكوستات على السيرفر، قديش صار في عندي حجز من الستورج، قديش السي بي يو تبعتي، وكل الأمور هاي. Adoption individual users لا ما بقدر يتعاملوا مع الاياس. Small and medium enterprise بتعاملوا معها بس بشكل كمان بسيط، اما large organization او الgovernment كتير بتحتاج وبتقدر تتعامل مع مين؟ مع الاياس system. يعني الindividual user ما بيناسبهم الاياس. انت كشخص واحد تمام وشاري بدك تشتري hosting تمام، ما بتناسبك كتير الانفراستراكشر از سيرفيس، ما حتقدر تتعامل معها او تتحمل تكلفتها. اي نعم هي cost benefits بس بتضلها مكلفة مقارنة بال traditional ways of hosting. example زي الامازون EC2، في عنا الراك سبيس، في عنا الجوجل كومبيوتينج انجن اللي هي GCE، في عنا الجوينت، في عنا تيرمارك، في عنا الاوب سورس، في عنا نيمبولا، في عنا انيمولي، في عنا كالبوتس، في عنا اوبن ستاك. هذول كلهم شركات بتوفر اياس سيرفيس، يعني انت بتقدر تشتري من عندهم هوستنج. يعني مثلا انا شركه اي تي، هي دي الساس، شركه اي تي بقدر اعمل موبايل ابلكيشن، بروح انا بتواصل مع اياس كمباني، شركه زي امازون زي جوجل مثلا، بقول لهم بدي منكم انا تدوني هوستنج، اشتري منكم فيرتشوال ماشين عشان بدي اعطي الزبون تبعي ابلكيشن وبدي يشتغل عليه عن طريق الانترنت. فانا بدل ما اروح انا كشركه اي تي اشغل عندي سيرفرات الخاصه، لا والله بتعامل مع اياس، شركه اياس، شركه عندها هوستنج وبحجز من خلالها. وبحجز من مين؟ من خلالها. ممكن انا كشركه ضخمه ما بدي اتعامل، يعني انا عملت السوفت وير تبعي وعندي اي تي ديبارتمنت الخاص فيا وعمل لي سوفت وير وبرمج لي اياه زي مثلا شركه جوال والاتصالات او غيرهم، بس مثلا والله بدي اعمل يعني على إشي أصغر طبعا، بس أنا الهوستنج بدي أستخدم الأياس سولوشن. تعال نشوف الأدفانتجز والديس أدفانتجز أوف أياس، وبدنا نشوف بعدين الأسئلة. Advantages of infrastructure as a service, the most important advantage and disadvantage of infrastructure as a service at a glance. تعالوا نشوفهم. Advantage of IaaS, no hardware cost, easily controllable running cost. يعني انت مش مضطر تدفع هذا الهاردوير، انت بتدفع استئجار سنوي بس، انه انت ممكن عملية المانجمنت اللي صارت على الفيرتشوال ماشين الخاصة فيك انت تدفع تكلفتها. Quick to implement and provide a new project. High flexibility thanks to simple scalability of the required resource. يعني لو انا حاجز مثلا 1 تيرا CPU 4 كور 16 جيجا بايت رام وبدي ازودهم، بزودهم مباشره. No need to set up, maintain or update the hardware. Easy to connect several company locations to the rented IaaS environment. يعني لو انا حاجز هذا البورشن من السيرفر تبعهم من الIaaS company وبدي يشبكوا لي كل افرع حول العالم عليه بقدر يشبكوا لي اياه. Disadvantages, dependency on the provider whose sole responsibility is to make sure the service is available and secure. The infrastructure as a service
مسؤوليه الهوستنج دائما وابدا على الشركه اللي انت شاريها منها. انترنت اكسس اسينشالي، لازم يكون في عندي انترنت اكسس عشان اقدر افوت على السيرفر تبعي. يعني انا مثلا السولوشن هذا اللي شفتوه بالفيديوهات السابقه، تمام، عشان اقدر انا اشوفه او اتعامل معه انا لازم يكون في عندي انترنت. هلا هاد محجوز على ايجر، اياس كمباني اسمها مايكروسوفت اعطتني الايجر سيرفر، حجزت عندهم فيرتشوال ماشين سبسكريبشن ماشين وحطت عليه هذا الهوستنج. فانا الشركه عشان تقدر تستفيد منه لازم تكون هي موظفينها كونكتد عبر الانترنت. Changing providers is very complicated، لكن في يوم من الايام لو انا هذا اللوحه اللي فرجتكم اياها بدي اعملها هوستنج على بروفايدر ثاني، حيكون عمليه النقل كتير صعبه ومكلفه. بالنسبه للبرايفسي ايشوز due to the provider server locations، هنا مثلا يعني احنا هلا كشركه اي تي بدنا نعمل سولوشن لجهه حكوميه، ممكن الجهه الحكوميه تطلب مني انه تكون السيرفرات موجوده جواتي. يعني انا مثلا بدي اشتغل مع جهه حكوميه في السعوديه، تيجي بتقول لي انا والله بدي السيرفر الهاردوير تبعي يكون جوا السعوديه، تمام، وعمليه الباك اب والريستورشن وكل شيء تكون جوا السعوديه، هذا ديون السكيورتي. ممكن اواجه مشكله انه انا في السعوديه مثلا فيش ولا اياس كمباني او شركه مايكروسوفت، مثلا شركه مايكروسوفت ما عندهاش سيرفرات جوا السعوديه، طب انا كيف ممكن احل الموضوع؟ فتعتبر ديس ادفانتج لاحدى الاياس سيستم. في الفيديو القادم ان شاء الله رح نكمل مع بعض الاسئله، نشوف السيرفيس ليفل اجريمنتس اللي هي كيف بتصير الاتفاقيات بين الكومبانيز وبين الانتربرايز از سيرفيس، ونشوف بعض السيناريوز في الاياس كيف ممكن نتعامل معاها، كيف بصير عندنا ريسورس فيرتشواليزيشن والسيرفر فيرتشواليزيشن اللي هي الفيرتشوال ماشين اللي حكينا عنها، الستورج فيرتشواليزيشن كيف بتكون كلها، والنتورك او بمعنى ثاني كل الديتيلز الخاصه، وهي الفيرتشوال ماشين اللي لها علاقه بالاياس، وراح نشرح شوي عن الامازون بعد ذلك نفوت في الباس او البلاتفورم از سيرفر، ونشوف نفس الديتيلز اللي ناقشناها بالاياس بس على البلاتفورم as a server إن شاء الله.